حسناء العوفي رائدة أعمال سعودية من أوائل الداعمين لتمكين المرأة. أسست حسناء شركة سمت للاستشارات في مجال الاتيكيت والمراسم. حسناء العوفي is a Saudi entrepreneur and a fierce advocate for women empowerment. She is the founder of SAMT, an innovative international etiquette and protocol consultancy firm. حسناء أهلاً وسهلاً نورتينا. أهلاً فيك يا حبيبتي ونورك أنتي. الله يخليكي صراحة مرة شكراً أنك جيتي on the show لأنه أحس أن الأشياء اللي you're gonna add من معلوماتك وخبراتك حتكون صراحة جداً مشوقة ومرة يعني ممكن مرة تلهم كثير ناس. يا رب إن شاء الله يا رب. سو حسناء أبغى أرجع شوية من بداية وتعارفنا أنا وإنتي. تعرفنا في بوسطن. صحيح. تحت ظروف أنتي حأترك لك هذا الفراغ أنتي تعبيها كيف تبي تسمي هذه الظروف. فإذا if you can take us a little bit through هذه الأشياء. تعرفنا في بوسطن I think 2016 أو لا أو 15 يمكن. ممكن. كنت وقتها أنا في بوسطن الهدف الرئيسي من روحتي كانت هو علاج ابني ماجد كان عنده كانسر بلد كانسر أكيد كانت تجربة صعبة جدا بس طبعا المعرفة وبنات وصحباتي ويعني دائما الصديقات الغربة يكونوا أهل فيصير الدعم أقوى سبحان الله وعلمتني هذه التجربة مرة كثير وإذا أنت تلاحظي أنه حتى إنستغرامي فيه تاريخ حق مرض ماجد هذا first day اللي ماجد was diagnosed فيه بالكانسر لأنه هذا اليوم غيرني هو نقطة تحول في حياتي تزوجت طلقت تخرجت اشتغلت سويت بزنس كلها أيام مهمة في حياتي بس ما هي نقطة تحول مرض ماجد كان نقطة تحول في حياتي طيب كيف تحسي أولا الحمد لله على سلامته I hope يعني الحمد لله he's doing much better الحين الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله كان طيب أبغى أعرف صراحة كيف قدرتي غير فقرة أنه الصحبات واللي حسيتيهم كأنهم عيلة وكلنا صرنا مع بعض بس قصدي كيف أنتي كحسناء how do I say this يعني تعاملتي مع الموضوع إيش الأشياء اللي حسيتي إنك سويتيها عشان مثلاً مو شرط تلهيكي بس تغير جوك أو تهتمي بنفسك أو ما تنسي نفسك كل هذه الأشياء إيش تحسي الأشياء اللي سويتيها بهذه الفترة؟ سويت أنا وقتها ما كنت أفكر إيش أسوي كانت يعني كل شيء يجي طبيعي أنا طبيعتي أصلاً يعني أنا مرة كرياتيف يعني أنا أحب أخلق عالم ممكن من لا شيء بس أنا كذا أحب أني أنا يعني لي لمستي المميزة في أشياء لي يعني أحب كذا أني I create my own world فما كنت أفكر كنت على طول اللي أحس فيه أتصرف فمثلا ماجد كنت أقول له يعني أول شيء فرجت كل الأفلام حق السوبر هيروز ومن ضمنها كان كابتن أمريكا وكابتن أمريكا كان ينام ويحطون له دواء فكنت أقول له أنت كابتن أمريكا شوف هو ياخذ دواء انت كمان زيه انت سوبر هيرو فكنا نروح المستشفى كل مواعيدنا يعني انا كنت ابغاها تكون انا كنت متاكده ان ماجد بيشفى كنت متاكده وكنت ابغاها تكون تجربه ما ابغى يتذكر اي شيء مو حلو ابغى يتذكر كل شيء حلو فعملتها كانها رحله وقررت انه في هذه الرحله انا وهو يعني كاننا في مغامره كاننا في ديزني كذا يعني فكنت مثلاً أبسط مثال ماجد لما يجي ياخذ الكيمو هم مركبين لابورت على القلب فالدواء لما يركبون لابورت يحطون الإبرة في هذا المكان في الصدر فمنظر يعني الأطفال لما يشوفون الإبرة تدخل هنا يصرخون ويبكون فماجد قلت يعني هو أول ما عرف إنه إبرة طالع فيني فقلت له نو 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 طلعت من شنطتي لصقة اللصقة مكتوب عليها IV 3000 فقلت له this is a special bandaid إحنا نجيبها من باريس وأنا سوري قلت للنيرس سوري you will not use your needle وهنا الباندايد وحطيت الباندايد
بعدين قلت لها الرول حقت البانديد انك انت لازم تطلع في جهه ثانيه وتوك وذ مامي وان ذا ميديسن ويل جو، بس اذا انت طلعت جهه اللصقه ذا ميديسن ويل نيفر جو. وحبيبي كانت تمشي عليه يعني مره، وكان يلف وجهها، وانا اوريدي حطيت له بنج من قبل فهو ما يحس بشيء. تدخل الابره وهو فاهم انه this is all from the IV 3000 ويلصقونه ويخلونه يجلس وياخذ الدوز حق الكيماوي وهو مو حاسس. المواقف اللطيفه انه لما مره كان كنا يعني لما منطقه الكيماوي لما الاطفال ياخذ الكيماوي هي تقريبا مفتوحه وفي كذا ستاير، فهو كان قاعد ياخذ كيماوي وشاف واحد من اصحابه اللي دائما يلعب معاهم في الكانسر سنتر وكان قاعد يبكي عشان بيعطونا الابره، فقال له ويت 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 مامي جيف هيم ذا اي بي 3000 يا حبيبي. ايوه مامي مامي ليت يور مام برينج يو ذا اي بي 3000. وعرفتي قاعد يوزع على الناس انه يعني خذوا اي بي 3000 انه دونت كراي، ويقول للنيرسز لا تعطونهم نيدلز اعطوهم الاي بي 3000. فيعني حسيت انه انا فعلا يعني في شيء انا صنعته انه كذا، انه خيالي هو اللي ساعدني. معني انا كنت دائما اقول الواحد لازم ما يكون مره خيالي، بس لا، كنا كل جمعه عندنا موعد الكيماوي، فكنا احنا كل جمعه نروح انا وياه لابسين سوبر هيرو، البس تي شيرت شخصيه هو نفسه فيها، هو يلبس كوستيوم. فكانت يعني كانت تجربه حلوه، وطبعا تعلمنا فيها كثير. مرينا بمراحل فيها يعني جدا كانت صعبه، ومرينا بمراحل فيها الحمد لله يعني كانت حلوه. طبعا والدعم اللي لقيته من الناس اللي حولي ومن اهلي ومن دكاتره هناك بالمستشفى يعني كان طبعا شيء فوق الخيال. انا محظوظه جدا، والله يعني كثير كثير سخر لي ناس ساعدوني في هالشيء في الرحله. الحمد لله صراحه. شوفي كيف قوه الام عظيمه، انك ممكن انت تسوي لولدك هذا الشيء، لانه اكيد هو مو صعب عليك، صعب عليك قصدي، يعني يمكن هو مو مره مستوعب الوضع اللي قاعد يصير حوله، بس شوفي كيف انت كنتي قويه واخذتي الاشياء اللي كيف يقول لك ربي يعطيكي انت زي هدايا، يعني تالنت، فانت استخدمتي التالنت حقك بانك تساعدي نفسك وولدك انكم كانكم تعيشوا في عالم ثاني بس عشان تخففي عليه او انك تحسسيه ان نحن في مغامره مثلا. صح، ما يبي هذا هو. انا صراحه قلت لك انا ما فكرت وما خططت، انا تصرفت، انا كل شيء كنت يعني في نفس الوقت اسويه. لا تنسى انا كمان يعني قررت اني ادرس الماجستير في هذا الوقت. صح، لانه انا قلت وقتها لو انا بس حعيش في المرض ومستشفى وما حاسوي لي كوميونتي وادرس واسوي حاجه ثانيه، فانا ما حاقدر اعطي ماجد، ما حاقدر اني اعزز خيالي واشتغل، ما حاقدر. فدرست يعني، وكنت مره محظوظه اني درست في إمرسون كوليدج، و I'm a very proud إمرسونيان. فالحين لما اتذكر يعني انا مره مبسوطه انه انا يعني قدرت اني اسوي كذا، وقدرت اني اخذ الماجستير، وكمان كانت درجتي مره عاليه ما شاء الله، لانه انا تحديت نفسي. انا كنت اتمنى اني اتخرج بمعدل 4 out of 4 بس طلعت 3.98، فالحمد لله يعني. بس ما شاء الله ترى ذاتس اميزنج، يعني كمان مو اي جامعه، يعني ما شاء الله عليكي. اي لاني تحديت نفسي، لاني قلت يعني انا يعني حركز في الجامعه وفي ماجد هابينس، انا اي وونت هيم تو بي هابي. كنت طبعا كنت كمان محاميه، كنت لازم اشتغل محاميه. كنت يعني لما ماجد ياخذ ال كيف اقول لك، يعني مثلا اليوم يقولوا لي MRI، من بكرة يقولون لي أنه لا حندخل اليوم MRI وبكرة حياخذ اللي هو الكيماوي في النخاع، في الحبل الشوكي. فيقولوا لي أنه حياخذ اللمبر بانكتر من بكرة، فكنت أقول لهم يعني 2 days in row general anesthesia ليش؟ فكان يقولون لا عشان غرفة الأشعة MRI ما في، وموعد حق الأنستيزيا ما يقدر يجي مع الغرفة الثانية حقت. اضطر اني اروح لقسم الاشعه واتكلم معهم، بعدين اروح عند دكتور البنج واقول له لو سمحت انا ما ابغى ولدي يتعرض للبنج يومين ورا بعض، وبعدين اروح عرفتي. فكنت اضطر اني انا ادور بكل اقسام المستشفى عشان اضبط انه ماجد ياخذ بنج واحد ويسوي 2 procedures
بدل مو كل يوم يسوي بروسيجر ويتعرض البنجين مرتين. صح. فالحمد لله برضو كانت تتسهل معايا. فهنا تعلمت انه اسأل طاقة. احنا لو ما طلبنا وما سألنا ما يصير. ان انا اوكي انا اتقبل الامر الواقع اذا انا ما اقدر اغيره، بس في اشياء بسيطة انت لو سألتي تتغير. صح. تصير احنا نحس انه لا هي لا ما حد حيسمع الكلام، او خلاص احنا ناخذها كاشياء مسلمة. صح. بس لما انت تطلبينها يعني تصير. فصرت أدقق في كل الأشياء حتى في المواقف الصغيرة، في مطعم، في مطار. إحنا ما نسأل، إحنا ما نطلب. لو طلبتي يصير اللي تبغيه. صح. ممكن يصير ممكن لا، بس إذا ما صار ما حتزعلي، بس لما يصير مرة حتفرحي. صح. حتفرحي من نفسك إنك أكشلي أخذتي الخطوة وسألتي. بالضبط. هو مجرد إنك تسأليني، أنت ما حتسوين أي شيء غلط، ما حتتعدين حدود، أنت سألتي حيقولوا لك ممكن او لا. صح. ودائما ترى حتتفاجئين. صح. طب هل انت مثلا حسيتي انك انت بديتي هذه الفكره انه بس لانك انحطيتي بهذا الموقف، ولا من اول عندك هذه الفكره وانت تبي تسالي كنتي؟ لا انا دائما احب اني اسال، واحب اني استفسر، واحب اني اتعلم. هذا شيء انا فيني من الاول. أوكي. بس اني انا اسال يعني اطلب يعني يمكن حسناء قبل مرض ماجد لو تقولي لها انه اليوم عملية كذا وبكرة حنسوي عملية كذا وبعد بكرة حنسوي إجراء كذا، حتقول طيب ما راح تحارب عشان تغير الإجراء. بس لما يكون الشيء يخص ولدي غير. صح. وهذا ولدي كائن ضعيف، أنا مسؤولة عنه، أنا من واجبي أني أحمي، أنا من واجبي أني أقلل أي شيء ممكن يضره، فأنا أتحمل المسؤولية. طيب أوكي. so, أنت إيش درستي؟ إيش درستي في الجامعة؟ إيش كان تخصصك في الجامعة؟ أنا درست communication management، communication management PR. بس إنه أنا كنت في 2016، وطبعاً من حظي إني طوعت في الانتخابات الرئاسية حق 2016. ومن ضمن الأشياء اللي أنا تعلمتها هناك إنه يعني لا مركزية، شدني جداً الموضوع. يعني إحنا في ماساتشوستس وكل ولاية لها يعني نظام مختلف والرئيس واحد. فكيف المانجمنت، البروتوكول تيمز، كنت أحضر الراليز، كنت أحضر بس عشان أبغى أتعلم، أبغى أشوف كيف التنظيم. يجولي يقولوا لي this is how you will address the president أو the future president، كذا توقفوا هنا يمين توقفوا يسار، إيش الأسئلة اللي إحنا نسألها. بعدين احنا نرجع لانه بالجامعة، فكنا نرجع نحلل، كنا نقدر نقول انه هم كذا سووا، هم كذا قالوا، طب ليش، ونعمل analysis for all the data that we gathered as a student. وبعدين كانوا يدخلونا studios ويجيبوا لنا مذيعين، وكانوا يقدروا يسووا لنا مقابلات based على احنا ايش نتوقع. فكان في رهبة في الستوديوز أول ما ندخل، كان في تحليلنا. طبعًا كنا ننقسم يعني إلى أحزاب، في حزب يقول لا هم كذا، هذا الرئيس حيفوز، لا هذا الشخص حيفوز، I'm with Bernie، I'm with Clinton، I'm with Trump. فكانت so much صراحة fun، one of the most beautiful experiences اللي أنا يعني مريت فيها في حياتي. مرة حلو الصراحة. طيب هل تحسي حين بنتكلم على سمت شوي، هل تحسي رحلتك في الماسترز أو في بوسطن أو هذا اللي كل البروتوكولز والأشياء اللي تعلمتيها، هي هل تكون هذه السر مثلا شركة سمت؟ طبعا. سمت كان من 2012 فتحت سجل تجاري وسميته بيت الأتيكيت عن طريق صاحبتي جميلة خوقندي، هي كانت زميلتي بالجامعة وهي أسست بيت الأتيكيت في جدة. ما شاء الله. فأنا عجبتني الفكرة، وكنا أنا وجميلة كثير نشتغل على مشاريع مع بعض، وفينا أشياء كثير تشبه بعض. فقلت لها جميلة أنا حجيب البزنس للرياض، وقالت لي جميلة أوكي. واشتريت منها الفرنشايز وسوينا عقد بيني وبين جميلة، فهو من 2012. أنا البريزيدنشال كامبين از 2016. انا من 2012 لين 2016 وانا ادرس
وأقرأ وأحضر دورات وأخذ كورسات، لأني كنت أحس أني I'm not ready to do something. و 2018 قررت أنه I start SAMT، وبحثت عن اسم وأخذت يعني partnership مع The International London Academy of Protocol and Etiquette، وبدأت أدخل في هالمجال. في كثير etiquette trainers بس أغلبهم يكونوا يعني individuals. أيوه. بس ما في the concept of company. صح. إحنا group، إحنا مو شخص واحد. الجامعة كانت سبب، البريزيدنشال كامبين كانت مرة سبب مهم، وزي ما قلت لك لما أنا درست السوق كل اللي موجود هو individuals، مجهودات شخصية، بس ما في كذا شركة معاهم partners، معاهم group of like-minded people بيسووا نفس الobjective ونفس الأشياء. مرة حلو. طب حكينا شوي عن اسم سمت. أنا كنت مصرة أن يكون الاسم عربي. كنت أبغى أستخدم كلمة عربية، وأنا دائما أحب الكلمات اللي تكون حرفين ثلاثة حروف، لأنها دائما أسهل في النطق. فاشتريت معاجم لغة مرة كثير، وطبعا صرت عملت عملية بحث، يعني قعدت أبحث أنه يعني إيش الكلمة اللي تعكس اللي إحنا بنسوي. صح. ألين لقيت سمت. أتذكر أنا كنت قاعدة أخذ دورة حق تدريب مدربين عشان أقدر أكون مدرب معتمد في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. فالأستاذة اللي كانت تعطينا الكورس، أنا قلت لهم على البزنس وقلت لهم أنا قاعدة أفكر في اسم، مش رأيكم سمو رقي رقاء، فكرت في كثير أسماء. يوم تي رمتها قالت لي سمت. طبعا يعود الفضل طبعا أكيد لله سبحانه وتعالى ثم لها في الاسم. فبس فمن بعدها طبعا عجبني الاسم مرة، وبحثت عنه أكثر، واكتشفت أنه كلمة عند البدو في نفس الوقت كلمة عربية، وقعدت أبحث أكثر ولقيت أنه كثير في السير، يعني سير الصالحين مذكور، كان ابن حنبل يقول كنا نطلب العلم 20 عاما والسمت 40 عاما. اكتشفت أنه السمت ينطلب. البدو يقول لك خليك سمت، كن سمت، سوي يعني السمت، سيرتك تكون كويسة، لبسك كويس، قيافتك، مظهرك، أكتافك، هذا السمت. السمت الحسن الناس يسعون له، والناس يبحثون أو يعني يتعلمونه عشان يصيروا سمت. I have a question. طيب أنت الحين مثلاً it's يعني الأتيكيت ولا الأشياء اللي أنتوا قاعدين تسووها الترينينجز حقتكم تكون مع جروب، صح؟ أو مثلاً يعني زي مثلاً شركات أو ناس أو يعني شيء كبير، صحيح؟ صح، إحنا كوربريت. yes. okay. so طيب الحين مدري يعني معروفي جدا، يعني what I know of etiquette is very basic. فهل هو شيء مثلا universal الشيء اللي انتو قاعدين تعلموه، لانه كل culture مثلا شيء، كل شركة لها نظام شيء معين، فهل هو شيء اللي انتو قاعدين تعلموه the other companies هل هو universal؟ yes. اول شيء سؤالك مرة كويس، لانه الحين الاتيكيت والبروتوكول الاتيكيت يتطور مع الزمن، يعني الاتيكيت زمان مو نفس الاتيكيت الحين. الاتيكيت مو مهم، يعني الناس يحسبوه حق الهاي سوسايتي، حق الناس الارستقراطيين. لا، الاتيكيت هو كيف تراعين مشاعر الثانيين، كيف تحسين فيهم. انا تمور تعريف الاتيكيت بكل بساطة، يعني انا التعريف الاقرب الى قلبي هو ما هو مقبول في المجتمع، بغض النظر هذا في مجتمعك صح أو غلط. إحنا في مجتمعنا عندنا our own code of conduct، عاداتنا وتقاليدنا. صح. في نظر مجتمع ثاني إحنا ناس غريبين، ممكن في نظرهم هذا غلط. الأتيكيت يعلمك أنه لا، so إحنا we are specialized in cross-cultural etiquette. أوكي. في أكثر من 200 حضارة في العالم إحنا ندرسها بطريقة معينة،
يعني بروسيس معينة and we dig very deep. دانا حتى البيوتي ستاندرد for each culture تختلف من culture to culture. البليف سيستم حقهم الريليجن شيبس كلتشرز كثير. البروتوكول مختلف. البروتوكول يقول لك دائما انه war doesn't need protocol, peace always need protocol. فالبروتوكول هو يعني القوانين الصارمة اللي هي حقت القوانين الصارمة اللي وضعتها الدول اللي هو البروتوكول الدبلوماسي بعد اتفاقية بعد الحرب العالمية الثانية. عملوا اتفاقية فيينا I think إنها 1961 وجلسوا الدول مع بعض وحطوا اتفاقية وقواعد وقوانين كيف يتعاملوا مع بعض، كيف الحقيبة الدبلوماسية، كيف البعثة الدبلوماسية، الهيد اوف ستيت لما يجي official guest من هذا الدولة representing this country، كل هالأشياء سفير قنصل ملحقية كل هذه التفاصيل. هذه is protocol. كثير ناس يلخبطوا، فمثلا يقول احنا نبغى البروتوكول يكون هم يبغوا بس part seating أو how to address people. الseating plan هذا يعني بحر كامل، وتيم البروتوكول لأي دولة أو لأي وزير أو لأي سفير صراحة الله يعطيهم العافية، لأنه شغل صعب ومعقد ويتغير القوانين تتغير. عارفة قصدي يعني it's not an easy job. أحيانا ما تكوني أنت في official dinner ويكون قدامك كثير كاتلري وصحون وتبغي تشربي كاسة موية وما انت عارفة أي موية مويتك، في واحدة يمينك واحدة يسارك. يعني شفتي أشياء هي بسيطة جدا بس هي اللي تصنع الفرق، يعني هي اللي it's the thing that makes the difference. صح الإنسان لما يكون من برا يشوف كل شيء صعب، بس صدق يعني that's why SAMT is really important. وأحس نحن في ممكن زي ما قلتي في ناس ممكن يسووا هذا الشيء individually، بس لما يكون الإنسان invests يعني in himself وحتى الcompany والناس مرة حلو هذا العلم، لأنه ممكن يكون صعب بس صدق لما يجيكي أحد متدرب وعنده هذا العلم ويعلمك هذا الأشياء يعني مرة صراحة it elevates you and the company. طبعا لأنه في ناس إحنا دائما نقول إنه عندهم شيء مختلف، أو تحسي هذا الشخص سلوكه مختلف، أسلوبه مختلف، في عنده أورا مش موجودة عند غيره، أو هو التفاصيل الصغيرة هي اللي تفرق هذا الشخص عن الأشخاص الآخرين. اهتمامه بهذه التفاصيل، شخص يعني يكون دمس الخلق، يراعي مرة، كل هالأشياء يعني تصنع فرق. SAMT طلع من ألم. SAMT ما سويته وأنا يعني أنا relaxed situation وكذا، ويمكن لو أنا ما كنت تحت هذا الضغط ما كنت راح أسوي SAMT. لما أنا بدأت SAMT كانت يا أنجح ما كان عندي خيار آخر. ما كنت أفكر في ولا حاجة، كنت حاطة النجاح هو الهدف، ما في شيء ثاني. يعني كنت أرجع البيت أشتغل، كان عندي مكتب مرة صغير، literally المكتب إذا دخلوا شخصين الباب ما يتقفل. كنت يعني كنت أشتغل يعني على سريري للساعة يمكن 4 الفجر، أصحى ثاني يوم 8 أسوي مكالمات، أرسل إيميلات. كان التحدي اللي واجهني إنه كيف أخلي الناس تتقبل الفكرة، لأنه أغلب الناس يشوفوا إنه هذه الأشياء إكسترا. يعني أنا شركة، أنا I want to train my employees إنه to have more technical skills في شيء معين، بس why do I etiquette يعني ما له لازمة، إيش يفرق dining etiquette ليش ولا؟ فكان إنك تقنع الناس بأهميته، لأنه الetiquette is soft power. وsoft power means إني I make you want what I want but I make you want it. فhow I influence you إذا أنا ما كنت very impressive لكي، إذا أنا ما كنت
مرأية مشاعرك، إذا أنا ما سويت my homework وتعلمت عنك وعن your culture especially أنا أتكلم عن international communication cultures vary cultures is a very powerful force for any person who want to do a communication with another people or group from another culture. I think now it's the era for SAMT. Now it's the time إنه كل أحد يعرف الأتيكات والكوميونيكيشن يعني in diplomacy و how to يعني في الآخر I think it is happiness. A team can't function without good communication skills. إحنا بالعربي دائما نقول إنه الجنة من غير ناس ما تنداس. وإذا أنت في الجنة وفي الناس بس أنت ما تقدر تتواصل معاهم بشكل مثمر وفعال فما في فايدة. أنا أحس رسالتي في الحياة أني أنا أترك أثر وين ما كنت، إن شاء الله يا رب الأثر الطيب والسيرة الحسنة والسمت الحسن. يعني أنا لما الناس يشوفوا الآن نجاح ويقولوا مثلاً حسنة سوت ولا حسنة فعلت، هم بس يشوفوا الجلام حق النجاح صح. ثم ما يشوفوا أنا قديش اشتغلت عشان أوصل للشيء اللي أنا وصلته صح. بس it is very important كمان للناس اللي تبغى تبدأ إنه تعرفي إنه there's a lot of hard work that goes into this. في كثير بيبان أنت حتدقي وما حتعطيكي وجه، وفي بيبان حتقول لك أوكي وتسكر الباب وجهك. كثير وكثير اشتغلت for free عشان أقنع الناس إنه هذا الشيء فعلاً فيه رسالة، وكثير يعني كثير انرفضت، كثير رفض البزنس أصلاً، وكثير يعني في ناس يعني اللي شو له هذا يعني إنه الأتيكات. يعني أول ما بدأ سمت كانوا كل الناس اللي يكلمونا أمهات يبغوا يحطوا أطفالهم for vacations عشان ياخذوا كورس أتيكات لمدة أسبوع. فأنا كنت بغير هذه النظرة إنه لا، هو أصلاً long run، هو لازم يدخل في المناهج اللي في الجامعات، هو لازم يدخل في المدارس، هو شيء أساسي صح. هو مو يعني كورس تاخذيه 3 أيام وخلاص، هو investment بحياتك يعني صح. طيب حسناء، how do you balance the mom life and the business حسناء؟ شوفي يعني هو صعب شوي تحدي بس أنا الله الحمد لله أكرمني أولادي جننون very supportive يشجعوني إني أشتغل، يشجعوني على نجاحي لما يعرفون أن عندي شغل على طول they respect وأوكي وتحتاجي مساعدة ماما إيش نسوي لك، أشوف الفخر في عيونهم لو شافوا أي إنجاز يعني، فهم متفهمين. أحياناً الشغل سمت يأخذ مني وقت أكثر especially لو كان عندنا courses وسفر ياخذ وقت مني كثير especially تحضير الكورس بعدين نسافر وي ديليفر الكورس بعدين نرجع واقصر انا في حقهم بس لما ارجع دائما اعوضهم يعني احب اني اعطيهم كواليتي تايم حقهم نقضي وقت مع بعض عندنا كل اسبوع موفي نايت نقعد نتفرج اور موفي ان ذا بيد كلنا يعني ففي عندنا أشياء إحنا نسويها و activities إحنا we perform together وكمان الشيء الحلو إن أنا أتكلم مع أولادي على البزنس يعني أنا أتكلم معهم يعني أنا أقول لهم كذا يسمعوني لما مثلاً إنه أقول لهم إنه في new deal كذا ادعوا لي أنا مدخلتهم في الجو فأعتقد يمكن هذه الأشياء تسهل لأنه هم ما هم حاسين إنه هم مو عارفين أمهم إيش قاعدة تسوي هم عارفين وهم they support فهم بيتصرفوا انهم mature يتصرفوا يعني مع انه انا كان عندي 15 وماجد عندي 11 يعني طب is it safe to say انه عيالك are the thing that keeps you motivated؟ الموتيفيشن هو انا انا من داخل الموتيفيشن انا عندي self motivation انا عندي طموح مرة كبير انا عندي احلام انا لسه ما حققت أشياء كثيرة منها عندي أشياء in my bucket list أبغى أسويها أولادي ما أحطهم في طموحي أولادي هم يعني هم النسمة الباردة في اليوم الحار
أنبسط معاهم، أستمتع، نسوي أشياء مجنونة مع بعض، ألعب معاهم، نتفرج أفلام، نطلع، يعني هذولي أولادي. بس طموحي فيهم هم كبير، أملي فيهم مرة كبير، بس إنه لا، في عملي وفي البزنس ما عمري حطيتهم هم خارج الدائرة هذه تماماً. And I love that, and I think this is very rare للمجتمع حقنا، لأنه أحس المجتمع حقنا الأم حتى لو كانت تشتغل دائماً تحط عيالها رقم واحد. وأنا I feel like sometimes we forget إنه أنت رقم واحد، لأن لما أنت نحن بعض الحين نشبك الأشياء، نشبك الزوج والبيت والعيال في نفسنا، بعض الأحيان ننسى إنه we are two separate entities، بس نحن مع بعض الآن. You are a very nice added value to my life. على قولتك النسمة الباردة في اليوم الحار، ولا ما شو قلتي مرة عجبتني. أيوة لا أنا كذا، أنا أولادي صح هذولي هم بالنسبة لي. أنا أولادي يعني ما أحطهم في أي حاجة، وما هم شيء مختلف تماما. هم يعني شيء بالنسبة لي غير. عملي أنا أسويه عشان نفسي، عشان أنا أقدر أفيد المجتمع، عشان أنا بكرة أولادي يتعاملون مع ناس يكونوا يعني أنا أبغى الأورينس تنتشر، أبغى أصنع الأثر. أولادي جزء من هذا الأثر أكيد، وأبغى الأجيال القادمة كلها يعني يتعاملوا مع هذا الأثر ويتذكروني. أنا أبغى أعمل ليجاسي for my children. أبغاهم يكونوا مرة فخورين فيني، وأبغى أمي وأبوي يكونوا فخورين فيني، وأخواني كمان. وأنا متأكدة أنهم أوريدي فخورين فيكي. الحمد لله. الحمد لله. بس السالفة إنه أنت لا تنسي نفسك ولا تنسي أحلامك و follow your dreams. ومو يعني أنا عندي أحلام يعني في مشكلة وأنا تركت عيالي، ولا ما في شيء. يعني أنت حاولي قدر المستطاع إنك لما تكوني هنا تكوني هنا، لما تكوني في الدوام تكوني في الدوام. أحس هذا شيء مرة حلو الحريم يتذكروا هذا المقطع، لأنه نحن بعض الحين يعني يجي على حقنا ويجي على أنفسنا. أحدى مرة هذا الشيء مهم، لأنه أنا دائما أشوف إنه أولادي هم معايا في رحلة مؤقتة، هينزلوا هم من هذا القطار، هيروحوا for their own life. أنا لازم أكون يعني إضافة. هم أبغاهم، ما أبغاهم يجلسون معايا عشان هو واجب، عشان أنا أمهم، عشان البر. أنا أبغاهم يجلسون معايا عشان هم يبغون يجلسون معايا، عشان هم ينبسطون معايا، عشان الذكريات الحلوة اللي بيني وبينهم. أبغى أصنع لهم moments. المومنت هذه هي اللي راح تخلينا يعني هي اللي تخلق الذكريات، والذكريات هذه هي اللي تصنعنا إحنا، وتصنع حياتنا، وتصنع كل شيء يخصنا. فأنا يعني يمكن هذا تركيزي كله مع أولادي، قد إيش مومنتس أنا وهم we can have. قلت لك أنا مرض ماجد علمني أنا I want to do those moments، لأنه في الآخر لما أنا قربت أفقد ماجد كنت أبغى هذه المومنتس، ما كانت عندي كثير، فكنت أبغاها. فالحين أنا عندي الفرصة أني أنا أخلقها مرة كثير. وحز مرة حلو لنا نحن كمان نتعلم من هذا الشيء. You don't need to be إنك تنحطي بالموقف عشان تحسي بقيمة الأشياء الحلوة. يعني مرة شكرا حسناء. It was such a lovely talk. ومرة فيها كثير أشياء صراحة ملهمة ومفيدة، وإن شاء الله نقدر نحن الاثنين وكل المستمعين إن شاء الله إنه يكون عندنا بصمة حلوة مفيدة تفيدنا نحن ومجتمعنا والعالم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أنا بس أحب أختم بكوت أنا مرة مؤمنة فيه لمايا أنجلو، تقول دائما people will forget what you said، people will forget what you did، but they will never forget how you make them feel. 100% الشعور هو أهم شيء، والشعور هو الأثر اللي أنا أتركه عند الناس. فيا رب إنه هذه المقابلة يكون أثرها مرة طيب، والشعور اللي أنا وأنتي تركناه فيها يكون مرة لطيف إن شاء الله. وبالتوفيق للجميع. شكرا حسناء.